مشاهدي متابعينا، شفتوا البث المباشر ضد مدينة الدار البيضاء، يعني كما كتلاحظوا معنا لحظة ديال خروج الجماهير الرجوية وسط تعزيزات أمنية مكثفة. يعني كيفما كتلاحظوا معنا رجال الأمن في شوارع مدينة الدار البيضاء وجنبات المركب الرياضي محمد الخامس. يعني تفاديا لوقوع أي مناوشات. كما كتبعوا معنا ترافيكات او لهوندات محمله بالجماهير الرجاويه. يعني بانتهاء المقابله تعادل السلبي صفر لمثله. يعني الهوندات هازين جماهير رجاوية كيف كتشاهدوا معنا في الصورة أمامنا. يعني رجال الأمن في كل مكان. معنا تبارك الله شحال ديال رجال الامن يعني مطوقين هذه الجنبات ديال المركب الرياضي محمد الخامس.
صراحة رجال الأمن مشكورين، رجال الأمن اللي كيقوموا بواحد مجهودات كبيرة وجبارة يعني من أجل السهر على مرور هذه اللحظة ديال خروج جماهير الرجوية في أحسن الأحوال وأحسن الظروف، يعني بلا صراعات بلا مشاكل. إذن مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم العمل تلقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.